عزيزي المشاهد، فقرتنا الثانية من برنامجكم بوكس سبورت راح تكون عن بطولة المملكة الدولية للشراع. توقعاتك ان شاء الله اليوم يعني؟ والله ان شاء الله نتاهل للفاينل، احنا ان شاء الله احنا تاهلنا للسيمي فاينل وان شاء الله اليوم ان شاء الله نتاهل للفاينل. شلون الهواء وياكم اليوم؟ اشوف قوي الهواء. والله الهواء خف عن امس واول امس والحمد لله ان قدرنا نحقق هاي النتائج. عمان ارحب فيك الغالي. الله يخليك، اهلين فيك. شلون الطقس وياكم اليوم؟ والله الهواء احسن من امس، امس كان في هواء كثير، بس اليوم الحمد لله كان الهواء اقل من امس وقدرنا ان احنا نسوي سيلينج والحمد لله يعني خلصنا كل السباقات وراضين كل الرضا يعني عن السباقات اللي اديناها. ان شاء الله. شو اسمك بالخير؟ رايه الحبشي. والنعم رايه، شلون الطقس اليوم وياك؟ الطقس الحمد لله ارحم من امس، بس الحمد لله قدرنا نبحر بدون ما نتعرض لاخطاء واجد، والحمد لله يعني فخورين بالانجاز اللي سويناه. نعم نعم المراضي، كنا مراضي. شلون انت اكبر واحد فيهم في السن ترى مالي؟ نعم. طيب انت كابتن الفريق؟ لا الكابتن هو، قلنا لك البطل مرتين هو الكابتن. انت الحين ما صرت بطل. ها؟ زين شلون من تحس اي فريق منافس للامارات؟ عندك الفريق البحريني ما شاء الله عليهم قوي، فريق عمر وفريق رحيم الثاني. ما شاء الله مقوية هذه، لا احنا نفس ما قال لك احنا جداد على الفئة هذه، لكن الحمد لله أدام شرفنا الأول مرتين، فالأداء مشرف حتى الآن يعني مقارنة بالخبرة القليلة اللي عندنا يعني، فالحمد لله الحمد لله. يعطيكم العافية. الله يعافيك. يا مرحبا، هاي ديرتكم يا الغالي. مرحبا بك. ما أدري اليوم لأن عيد الوطني عندنا بعد في البحرين. صح، نحب نهني الشعب البحريني لليوم على اليوم الوطني، وإن شاء الله عمر مديد إن شاء الله للملك حمد. يا بطل. هلا حبيبي. كلمنا عن الجو اليوم وعن السباق. والله الجو حلو والسباق حلو، الهواء كان وايد زين اليوم حق السباقات. الحمد لله سوينا اللي نقدر عليه. الحمد لله. كم واحد كنت؟ احنا خمسة. خمسة احنا.